بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كسوس ملاي لو راح أم أون يا ليه أنت كمبون تمر. بيسني مانيا مر. أنا أقول لك أنا كمبون تمر سامو كمان مر ما نبى يعني بتاعنا اللي بنيه. Tak ada sembelih, lu rupa lu ikhmat, lu ikhmat lu tak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya ibn mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi ila yamidin. Thumma amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi silsilatin fi ta'lilin luwat al-arabiyyatu li ghayri al-natiqina biha fi kitab al-arabiyyatu bayna yadayka. الآن أريد أتأكد، أريد أن أتأكد هل تسمعون صوتي أم لا؟ نعم؟ كم دعنا تلو سملي سملي أي سبحان الله رفع أمتنا، سبعي يعني جدا مريم مجدنا إن شاء الله. درسنا اليوم في صفحة هذه الصفحة صفحة كم؟ 18 مين سبحان مين سبحان مين لو تبوي هاي باب نمبر 48 صفحة تمبو نه جل تمبو تي دب رمبي أكثر هذه اسمع صوت Khoi ta xem lấy nó khang chấm lư đấy, tại hai chân lư lấy cái này hai chân tay dương cầm ao khang tay vào đi vào dưới dương chập đầm mới đi vào dưới, inshallah. Idan درسنا في صفحة 18 صفحة 18 mới đi vào dưới nó cũng bốn tí đập rồng bay. Nam nواصل درسنا الدرس السابع في الكلام درسنا الدرس السابع يتحدث عن الكلام أو مهارة الكلام. جمرين بعدين مرين تي بربي نجي أبدي كان نجي ركا حب نجي ركا جمرين يك كان نجي. وصلنا إلى التدريب الثالث. التدريب كم؟ التدريب الثالث.
التدريب الثالث. ماذا يقول التدريب الثالث؟ تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. التدريب الثالث يقول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. تبادل الحوار مع زميلك. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. جوني لحدو كان صندلية جبوية مدرو كنا أبوني أدو نقنو أطيها نقنو أطيها كي أي بي باكستاني. كلمة واحدة فقط هي كلمة واحدة هي با باكستاني. ما معنى باكستاني؟ رجل جنسيته باكستاني. باكستان يعني تم برهم نه دا قط كي سنجيت باكستان. جنب ينجي ما بكا نأخذ كلمة هذه الكلمة ونجعلها في الحوار فنقول الطالب الأول الطالب الثاني. نعم الطالب الأول ثم الطالب الثاني. الطالب الأول ماذا يقول؟ السلام السلام عليكم. الطالب الثاني وعليكم السلام. وعليكم السلام. ثم الطالب الأول الطالب الثاني مرة ثانية. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. كيف حالك؟ الطالب الثاني بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. ثم الطالب الأول أيضا. نعم الطالب الأول الطالب الثاني. الطالب الأول يقول ما جنسية جنسيتك؟ الطالب الثاني أنا باكستاني. ثم الطالب الثاني الطالب الأول ماذا يقول؟ أهلا وسهلا. نعم الحمد لله. كلمة واحدة نجعل منها حوارا فنقول من كلمة واحدة باكستان ونأخذ من هذه الكلمة حوار. ما هو الحوار؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنا باكستاني. أهلا وسهلا. إذن كلمة واحدة فقط نستطيع أن نجعلها حوارا. إذن نأخذ من الكلمة واحدة فنجعلها حوارا كما في هذا المثال. هذا هو مثال. يجي فيها
chứ vô pịa mùi nít vô bằng cao chỉ càng xong rồi đi ban đôi đi bây buồn clear đi nè ra buồn nhớ salam alaikum chỉ càng xoa cúng wa alaikum assalam còn mấy gì cái phải hai lúc khác xuống đi sắp tục ta nè sắp tục bài được bắt tay lúc sắp bài thế nè này cô rồi bảo hiểm bắt lại thay vì khai đến alhamdulillah nhóm sắp bài thế nhóm xôn lại là bốn tên của Allah trên trang mà dân sĩ thuộc cả xuống đi xin chiệt ta nè xin chiệt biến sinh chiến ở ấy được coi thì nhận chuyện ta nhận chuyện chuyện chiến ở ấy Anna Pakistan Union nhóm chuyện chuyện chiến Pakistan chắc cái do bị kiện đi mà đã khôi bên hai bên cái gì mà hôm nay anh luôn là pháp luật Anna Pakistan Union nhóm chuyện chuyện chiến Pakistan ở tại vùng Âu Văn Japan Ahlan wa sahlan Som Swakum Alhamdulillah Alan sẽ đã đi ra kalima ukhra nam ma hiya kalima الكلمة هي تركية نعم كلمة اكتب هنا تركية معنى تركية تركية تركي عندما نأتي إلى حوار سننظر هنا مذكر باكستاني مذكر نقول كيف حالك وهنا ما جنسيتك لنفهم يمكن بدأت بغلانا نقول في أمان من باكستاني تقلاني كيف كيف حالك أي قلاني كيف ما جنسيتك تقلاني بدأت بغلانا لكي يمدوك نبع أهلا بي نبعي حاسو سيد العقلية نعم sẽ ở đối với tiền hoa mình trong hình chụp nào sạch và qua lên đi đà nẵng nào الطالب الأول ماذا يقول السلام عليكم ثم الطالب الثاني وعليكم السلام نعم وعليكم السلام نعم ثم الطالب الأول يقول كيف نعم الآن هنا سنرى كيف حالك أو لك مذكر نقول كيف حالك باكستاني رب يعني كيف حالك ثاني شيء مؤنث يعني كي هاي بقى كيف حالك يعني تبغى مالنا نعم كنا يجي تاج مسرح كيف حالك الجواب بخير هم يعني تراجعوا ده من هذا بخير والحمد لله بخير والحمد لله ثم طالب الأول ما جنسيتك هنا كيف حالك؟ جنبي ما جنسيتك؟ هذا جنسيتك برونتي مؤنث الجواب أنا متراكوتي بتوتي رقا أنا سريكا أنا ركني أنا تركية الطالب الأول ماذا يقول؟ أهلا أهلا و وسهلا نعم الحمد لله السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ وأنا كيف حالك؟ بخير
والحمد لله. ما جنسيتك؟ أنها مؤنث. ما جنسيتك؟ أنا تركية. أنا تركية. أنا تركية. أهلا وسهلا. ما معنى أهلا وسهلا؟ مرحبا بك. معناه مرحبا بك. نعم. هل كتبتم؟ سيكونها كل يوم السيد الأخير إن شاء الله. ينهاك السيد الأخير. الآن أحذف يوم لغ. لما يجب توفيق ما يمدد. يجب يوم يوم وقع في كاسان بني. أدوي يوم نوفي هلا بلعب. ما هي الكلمة؟ الكلمة هي سوري. الكلمة هي سوري. ما معنى سوري؟ رجل جنسيته سوريا أو أنه سوريا من سوريا. براه تنكير سيري. أيضا نكتب حوار، نتبادل الحوار كما في المثال. المثال يقول بداية: السلام عليكم. هي تحية في الإسلام. كيفكم نتنوم الإسلام ينبرع في نمائه. ثم الجواب: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. نرى بين مذكر ومؤنث ما لا يوجد فرق بين المذكر والمؤنث. إذا كنت في إسمعكم لي السلام عليكم وعليكم السلام. من كان بيجاي ربيع برام سريت كيين أكفت كمان بريكني ترى كان برام كيين السلام عليكم سريت كيين أكها السلام عليكم بريكني. ثم الطالب الأول ساحتي موي قطع دام جيد. كيف؟ نعم. كيف حالك أو حالك؟ نعم. هنا مذكر أو مؤنث؟ الجواب هو مذكر. كلمة الرجل. ليه؟ فما أطلق كبير إطراف كذا يبرع كيف حالك؟ الجواب بخير. بخير والحمد لله. ثم الطالب الأول ساتيمون قد صوتها أي ماي ما جنسية توكا. Bagi kelain ini K, ini ada 6 jam. Bagi kelain ini K, kelain ini K, K dikini. Bagi kelain ini T, ini K, T dikini. Aku perang dikini, aku pasang perang dikini, selesai dikini, aku ingin senang dulu, tak? Bola menit ini. Ana, jawab, Ana, Suriyun. Yang cicit-cicit, Siri. الطالب الأول أهلاً وسهلاً. سوم سواكم. أهلاً وسهلاً. كلمة أخرى. ما هي كلمة أخرى؟ مصرية. إذا كلمة هنا مصرية. لا أحذف جميعاً، أحذف بعض الكلمات فقط الذي يختلف فيه. يمنع من لغة آخر يمنع من لغة آخر يمنع بكم آية كام مصرية كن. ما معنى مصرية كن؟ كن جيت إزيت هيت سري تجيب كلاين يجيب تروكاية كلاين أخلا هنا نقول كيف حالو في
بخير والحمد لله. ثم هنا من يقول ما جنسيتك؟ ثم هنا ماذا نكتب هنا؟ لنسيه كلمة لي هذه كلمة أنا مصرية. أنا مصرية. ثم أهلا وسهلا. وصلنا اليوم سيتام كمبيوتر مسرور يوم ما تبي لو تراه يوم كنا كاي كلايني أي كوبيو مسرور تاني يوم سيناي نحن سوف نحن سيتام اليوم تين تين يوم سيناي لعوبين الأمن يعني لا كنا بسيء لا كنا كوبلي روبين جاي بسيء نحن كافر تام باي بوران باي كمان كيو يوم هات نحن كا سيناي ما راح نحن فيت تا يوم يين يوم أتي يوم يابان نستفيد منها الإتقان في الكتابة. ยังอาจมีการสวดตรงนี้ในการสรเสร็จแล้วก็สรในการสรตามคอมพิวเตอร์ที่ควรจะมีสรคอมพิวเตอร์ที่อาจดูดูดควรจะติดในการสรเสร็จได้ของมันที่อยู่อวิธีที่ยังหาสรเสร็จได้ไปเงี้ยสรคอมพิวเตอร์สรเสร็จก็ยังเป็นปัจจัยนะคำว่าอุคราคำว่าอัคระ تركي. إذا الكلمة الأخيرة هو أو هي ما هي كلمة تركي. تركي مذكر أو مؤنث؟ دائما أركز على مذكر أو مؤنث. مذكر أو مؤنث لماذا؟ لأنه إذا لم نفرق بين مذكر ومؤنث سنخطئ في مثل هذه. إذا نقول هنا تركي مذكر فنقول كيف حالك؟ خطأ. الصحيح كيف حالك؟ شفت؟ انظر لماذا دائما أسأل دائما أكرر مذكر أو مؤنث مذكر أو مؤنث؟ لأنه العربية تفرق بين مذكر ومؤنث في الكلام أو في المخاط في الخطاب. هذيك يوم نتكلم كيف نتعرف لب نتعرف مداه هاي مداه فيت ربيع مذكر من مؤنث روح كا برا كلير اليوم أقوم بسارة تبين كا باي جاي كني ربيع هيك برا نم هيك سري بيسا سري سري كمين لا كنا برا هاي كني لان باي بيسا ما يم كمين جان باي كم تا بيك لان هاي يم مجاب أرام كلان نتعرف كم بيك نبي ده يم بيك ده كي يم شيء يم فوي يم هاي يم لا بس ربيع هيك كا باي جاي هيك من كا يجي كل يوم لازم تانه. فبدأ الآن هنا تركيا مذكر. إذا نحذف ننظر أين نحذف. السلام عليكم. وعليكم السلام هذا صحيح. كيف حالك؟ خطأ. لا كيف حالك؟ كيف حال ماذا؟ كيف حالك؟ الجواب بخير والحمد لله هذا صحيح. ثم هنا الطالب الأول ما جنسيتك؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هنا مذكر. إذا نقول ما جنسيتك؟ هنا نعم هنا خطأ لأن كلمة هي تركي. إذا أنا تركي. يوم تشتت تركي. نعم أنا تركي. ثم الطالب الأول أهلا وسهلا صوم سواكم. الحمد لله انتهينا من التدريب الثالث. سننتقل إلى التدريب الرابع. التدريب الرابع يقول تبادل الحوار. أحذف أولا. نعم إن شاء الله يؤذن الإشاء إذا إشاء. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله ننهي التدريب الرابع بسرعة حتى ندرك الصلاة بإذن الله تعالى. التدريب الرابع
أشهر. أشهد أن محمد رسول الله. ننتظر إلى أن ينتهي المؤذن ثم نواصل قليلا وننتهي إن شاء الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم نعم الحمد لله. الآن نواصل في التدريب الرابع. التدريب الرابع يقول تبادل الحوار المحادثة بمعنى المحادثة pada kan sambil dia kan selai selam dia ma'azani dia cuma yang majrur nah apa ni kama fi mithal adun nak nak fiha al mithal yu'tina kalimah badrun turki kalimatan yu'tina kalimatain badrun بدر اسم رجل اسم للمذكر وتركيا اسم دولة وهي تركيا بدر تشموه ربع برا هاي تركيا تشموه ربع بتك بتك تركيا كم يوم يوم ما بكاد هاي ما الطالب الأول نعم الطالب الأول يقول الطالب الأول ماذا يقول ما اسمك ما اسمك ثم الطالب الثاني اسمي الطالب الثاني يقول اسمي اسمي بدر الطالب الأول من عفوا من أين أنت الطالب الثاني أنا من تركيا الطالب الأول رقم واحد هل أنت هل أنت تركي؟ تركي الطالب الثاني نعم أنا نعم أنا تركي نعم أنا تركي ثم الطالب الأول يقول
أهلا أهلا و وسهلا. نعم هذا هو الحوار. يعطينا كلمتين فقط كرويدة في بيته يوم في بيته يوم مبكرة كيف تصنع دي ما عندي الحمد لله لكي كان هاك موي يبا تجي يوم مسبوكة تانية شمو هواي اسمي بدرن اسمي بدرن كم شمو بدر من أين أنت تعلق جاي موقنا أنا من تركيا يوم موقي برتي تركيا. سؤال بعده هل أنت تركيا سلوم بطاق يسود تانية تجون جي تركيا. الجواب نعم أنا تركيا ما يوم موقي تجي تركيا. الطالب الأول يقول أهلا وسهلا سوم سكواتون. إذن هذا هو الحوار من كلمتين فقط بدر وتركيا. نعم بدر وتركيا. بقيت كلمة أكبر باكستان كلمتين أخرى أكبر أكبر ثم باكستان. أكبر اسم مذكر اسم للرجل. باكستان اسم للدولة. أكبر يشمل أربع مرات. باكستان يشمل أربع مرات. مرتين باكستان. إذا نقول كما في المثال يبقى صلنا لي دول نحن اتهاج كلام هذا. ما اسمك؟ نعم ما اسمك؟ اسمي ما اسمي ماذا نقول؟ اسمي أكبر. إقبال. نعم من أين أنت؟ نعم من أين أنت؟ مذكر كثيرين تنفيذ نظر العرض. أنا من نعم هنا أنا من أين؟ من باكستان. أنا من باكستان. نعم هل أنت باكستاني؟ نعم هنا هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. ثم أهلا وسهلا. جد أهلا وسهلا أمين أي برايت رول ده أكبر باكستان نقول ما اسمك تعلق شمو هواي اسمي أكبر يم شمو أكبر. من أين أنت تعلق انجل موقنا أنا من باكستان يم موقي برده باكستان. هل أنت باكستاني تعلق تجلجيت باكستان ري. نعم أنا باكستاني ما يم تجلجيت باكستان. أهلا وسهلا كلمتين أخرى أخريين أنور أنور اسمه أنور 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 ثم سوريا. أنور اسم للمذكر أنور اسمه اسم برا وسوريا اسم للدولة اسمه أربعة فرتي. ما هي سوريا؟ يوم أبراجيك ما يكها سيري برتي سيري. إذا نقول ننظر إلى حوار كما في المثال إنه يمكن أن فيها ما اسمك؟ اسمي اسمي هنا نحذف فنقول اسمي أنور. من أين أنت؟ أنا من ليس من باكستان أنا من هنا من سوريا يوم وفي برتين سوريا. هل أنت سوري؟ رأيتم؟ نعم هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري. نعم أنا سوري. نعم أنا سوري. فالطالب الأول يقول أهلا وسهلا. كلمة أخيرة
نعم هي أخيرة. سعيد مصر اسمه سعيد. سيد سعيد. سعيد. سعيد مصر. مصر. سعيد اسم للرجل. سعيد شمو اسم برا. مصر اسم للدولة. شمو ربع رتي. رتي. تيكي. تي. ازي. تيك سعيد تيك مو ربع برا. جب. ما اسمك؟ اسمي سعيد. اسمي سعيدا. من أين أنت؟ لو تجيبه هنا أنا من مصر. أنا من مصر. هل أنت تبتدئ أزيد الثانية رقم؟ هل أنت مصريون؟ مصريون؟ الجواب نعم أنا مصري جون. ثم الطالب الأول يقول أهلا وسهلا. تعالوا شموه وي يم شموه سعيد. تعالوا من أين أنت؟ لو أنتي موقنا أنا من مصر يم موقنا إزيك موقنا برتين إزيك. هل أنت مصري؟ تعالوا تتلقي إزيبر. نعم أنا مصري. ما يم تتلقي إزيك. الطالب الأول أهلا وسهلا. سوم سواكو. نعم انتهينا. وأريد كلمة نتحدث عن كمبوديا فنقول مثلا هذا الحوار الأخير إن شاء الله التي كانت تدني شامبران سرامير مدير ثاني. نتحدث عن دولة كمبوديا فمثلا نقول يقول اسمه من؟ عبد الله أو إبراهيم. أبو إبراهيم. نعم إبراهيم كمبوديا. إبراهيم اسم للمذكر والمؤنث. اسم للمذكر. إذا نقول ما اسمك؟ اسمي. اسمي هنا ماذا؟ اسمي إبراهيم. نعم من أين أنت؟ تلو جي موقنا أنا من ماذا؟ من هنا من كمبوديا يم موقي برتي كمبوديا. هل أنت ماذا نقول هنا؟ هل أنت كمبوديون؟ كمبوديون. نعم أنا. نعم أنا كمبوديون. ننظر أو انظروا الحوار. ما اسمك؟ قالوا اسمه هوي يم اسمي إبراهيم. يم اسمه إبراهيم. من أين أنت؟ تعالوا جاي موقنا أنا من كمبوديا يم موقي برتي كمبوديا. هل أنت كمبوديا؟ تاني جي كمبوديا. نعم أنا كمبوديا. بعد يم جي كمبوديا. الطالب الأول مأسور فتح أهلا وسهلا. سو سواكم. الحمد لله إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا في هذا اليوم ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. فندعو دعاء كفارة المجلس فنقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.